صباح الفل، صباح الجمال، صباح التفاؤل اعزائي مشاهدين قناه الصحه والجمال. معاكم خالد الحسيني من برنامج شباب لايف، ومعايا في الاستوديو الزميله العزيزه خلود. اهلا وسهلا بيك يا خلود. اهلا بيك يا خالد، صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدين برنامجنا شباب لايف. النهارده موضوعنا قوي جدا ومهم جدا، لانه للاسف موجود في مجتمعنا المصري كتير قوي. النهارده هنتكلم عن معاناه الاطفال والاثار السلبيه في ظل وجود قانون الرؤيه. كتير قوي يا خلود من الاطفال بيعاني من الاهمال بسبب الانفصال، وده طبعا من اصعب المواقف اللي هم بيواجهوها، لان طبيعي طبعا الطفل بيبقى في وسط باباه ومامته، مره واحده يلاقي نفسه مشوش، في مشاكل، مفيش استقرار. فخلينا ابتدي معاكي كده، يعني ايه اصلا اهمال طفل؟ يعني الطفل يعني ايه؟ انا اهمل في طفل يعني؟ خلينا بس الاول نتكلم عن الاهمال بصوره عامه. اهمال الاطفال ليه صور واشكال مختلفه، بتبقى بسبب الاساليب الخاطئه والطرق الخاطئه في التربيه. قضيه اهمال الاطفال هي من القضايا الاجتماعيه الخطيره طبعا، اللي بتسبب الاذى الجسدي والنفسي للطفل. طبعا انت كمان يا خلود في حاجه، ان ده بيسبب صدمه كبيره جدا للاطفال وبيأثر على سلوكهم، لان بيبقى زي ما انت قلت كده، ان هو في سوء المعامله وسوء التربيه، ده بيأثر عليهم، فبالتالي بيسبب لهم صدمه كبيره قوي، وما بيعرفوش يتعاملوا مع المجتمع. بص يا خالد، برضه هو في قانون اتعمل، صدر اول قانون لحمايه الطفل سنه 1923. صح جدا، ومن هنا بدأ الاهتمام بالطفل. صح، انت عارفه كمان الاهتمام ده على المستوى الدولي ومستوى المجتمعات الدوليه ظهر في صوره ان الرابطه الامريكيه لعلم النفس خصصت 30 جلسه في مؤتمرها السنوي بتتكلم بس وبتناقش بس عن سوء معامله الاطفال. يمكن كمان سنه 1989 صدرت اول اتفاقيه لحقوق الطفل، دي قالوا فيها او تعهدوا فيها ان هم يساعدوا الطفل، يساعدوه على النمو ويحافظوا عليه ويدافعوا عن حقوقه. وكمان في حاجه، ان المدير الاقليمي لمنظمه الصحه العالميه قال ان اكتر من 80 مليون طفل اقل من 15 سنه بيعانوا من الادمان بسبب سوء المعامله والاهمال. صح جدا. انت عارفه كمان، خلينا ننتقل برضو لنقطه تانية اللي هي اصلا الفقره الرئيسيه بتاعتنا النهارده، هو قانون الرؤيه. احنا هنحاول نوضحه كده لحضراتكم، قانون الرؤيه ده ايه، بشكل بسيط وسلس وسهل بحيث ان انتوا تفهموه بصوره سهله وبسيطه. قانون الرؤيه وشروطه. قانون الرؤيه هو الاحوال الشخصيه، اصدرت قانون الماده الرقميه، بتقول فيه ان الاب والام ليهم الحق في رؤيه اطفالهم، والجد والجده في رؤيتهم برضو. يمكن قانون الرؤيه يا خلود اتاح فرصه كبيره قوي للابهات والامهات ان هم يشوفوا اولادهم وكده. وكمان من ضمن شروطه اللي هم حطوا شروط طبعا للقانون دوت، من ضمن شروطه ان هو ما يبقاش قهرا او بالاجبار او بالعافيه. ومن ضمن شروطه برضو اعتقد انت عارفه ان اللي هو ليه شروط تانية كتير. هو لازم يتفقوا على حاجه زي دي، لان هم لو ما اتفقوش الموضوع ده بيرجع للقاضي. صح، فهو صح. ساعتها هو اللي بينظم الرؤيه. صح، برافو عليكي. هو كمان ان هو في حاله ان كمان لو الحاضن اتغيب كتير عن الجلسات، بيبتدي بالظبط بيبتدي ان القاضي ينقل الحضانه مؤقتا عشان خاطر بس يبقى بحكم واجب النفاذ. حكم واجب النفاذ ده يعني حكم لازم يتعمل طبعا. وكمان من ضمن شروط الرؤيه ان هو يبقى في مكان عام. صح، بيبقى جنب مسكن الاطفال. صح. وبرده من ضمن شروطه برضو ان مفيش ما يقلش عن 3 ساعات في الاسبوع. ما يقلش عن 3 ساعات، برافو عليكي. وكمان مش لازم الام تحضر، مش لازم يعني تبقى موجوده. طيب في نقطه تانية برضو مهمه جدا، ان لو امتنعوا الاثنين. بالظبط، برافو عليكي. القانون بينص على الحبس والغرامه. برافو عليكي، لو امتنعوا بينص على الحبس والغرامه. ده غير بقى ان ساعات كمان القاضي بيدي زي حكم او بيصدر حاجه ان المحضر او حد من الاخصائيين الاجتماعيين بيسجل حضور وغياب الطرف من الطرفين اللي هو الحاضن. بالظبط كده. خلينا برضو عشان برضو الناس عشان برضو حضراتكم ما تبقاش يعني ايه الموضوع صعب. هو عموما الاهتمام يعني الاهتمام ما بيطلبش عموما يعني. صح برضو يا خلود. طبعا. هي الفكره كلها ان احنا اطفالنا دول مسؤوليه علينا،
حابين ان احنا نوصل لكم رسائل مهمه جدا عن طريق برنامج شباب لايف، ان انتوا تخلي بالكم منهم وتخلي خلافاتكم الشخصيه على جنب، وبرضو يعني ما يعني احنا برضو اهم حاجه بعد الاستقرار النفسي ان الموده والرحمه، الموده والرحمه مهمه جدا في اي علاقه ما بين حتى الصحاب، حتى ما بين الصحاب ان في. تمام، احنا معانا اتصال تليفوني، معانا اتصال تليفوني. الو. ايوه الو، ايوه يا دكتور. ايوه يا فندم، ازيك يا دكتور، منورانا. الله يخليك يا فندم. احنا معلش يعني تابعك معانا بقى، احنا حابين نعرف منك، احنا اتكلمنا عن قانون الرؤيه بس حابين ان احنا نعرف من حضرتك اكتر النص القانوني بتاعه او ازاي يتطبق، وطبعا اتكلمنا عن شروطه بس طبعا حضرتك لو كلمتنا عنه يبقى الموضوع احسن يعني. تمام يا فندم، اشكرك. اتفضل. هو بس دوشه. اتفضلي يا فندم، سامعينك. حضرتك سامعني؟ سامعك. اتفضلي يا فندم، سامع حضرتك. تمام يا فندم، المفروض يا فندم انه بيعتمد على جلسه من اخصائيين اجتماعيين بيجيبوا فيها الطرفين اللي هو الام والاب. تمام. عشان يختاروا المكان المناسب اللي هو الاقرب للطفل من حيث المسكن والاسهل لحضور الطفل في المكان دوت. لانه طبعا ده بيبقى ميعاد ثابت اسبوعيا، ميعاد واحد ثابت اسبوعيا بيبقى 3 ساعات. تمام. فلازم الطفل يبقى في مكان قريب له مرتاح نفسيا فيه. لكن خلينا نعترف ان ده بيحصل، الجلسه دي بتحصل بشكل سوري مش بالشكل اللي المفروض يعني القانون بيحتمه. والقانون بيحتمه لانه لازم نراعي الطفل مش الام ولا الاب في النقطه دي، لانه الطفل هو اللي لازم يبقى مرتاح نفسيا في الزياره دي. والمفروض ان احنا يعني يكون تركيزنا كبير قوي في اننا نعمل الجلسه دي كما يجب ان يكون. تمام. ان احنا نجيب الام ونجيب الاب ونشوف المكان المناسب، المكان اللي الطفل بيحب انه يروحه، المكان اللي الطفل بيرتاح فيه لما بيروحه، المكان اللي الطفل هو اللي بيطلبه بنفسه من الام بما ان هي الحضنه طبعا اكيد. طبعا يا دكتور انا اسف بس طبعا ده بيتم كله عن طريق المحكمه. واجد مع والده في المكان اللي هو بيحبه عشان يبدا يبقى فيه على الاقل يعني راحه نفسيه تدي شيء من الانسجام بين الطرفين. غير بقى ان انا يعني انا بشكل شخصي يعني اتمنى ان الجلسه دي تطلع في الاخر نتيجتها انه الاب والام يبقى يحددوا زياره الاولاد دي بينهم وبين بعض. تمام، انا كنت لسه حابب اسال حضرتك، هو ده كله بيتم عن طريق المحكمه صح؟ دكتور معايا ولا ايه؟ دكتور هند. الو بقول لحضرتك ده كله بيتم عن طريق المحكمه ولا بيتم ده اتفاق؟ ده كله بيتم عن طريق اخصائيين نفسيين واجتماعيين في المحكمه، محكمه الاسره. طيب خليني اسال معلش حضرتك سؤال تاني، احنا دلوقتي لو في حاله ان الطرفين وانا مش سامعه سيادتك كويس. طب حضرتك كده سامعاني ولا دكتور هند؟ الو دكتور هند، احنا دلوقتي كنا حابين نعرف من حضرتك، حضرتك سامعاني كده كويس؟ هو في صوت داخل في الصوت، انا كده سامع حضرتك نوعا ما. طيب تمام. كنا حابين نعرف من حضرتك في حاله ان الطرفين امتنعوا ايه الحبس قد ايه والغرامه ممكن توصل لحد كام؟ الو الو دكتور هند، دكتور هند الو. شكرا دكتور هند، شكرا لحضرتك، احنا تقريبا الاتصال قطع معاكي، كنا حابين نعرف بس منها خلود لو الغرامه تكون قد ايه والحبس مثلا ممكن يوصل لمده كام. احنا خلاص قربنا نختم يعني، وحابين ان احنا نوجه رساله للجمهور والاباء والامهات بحيث ان هم ياخدوا بالهم من ولادهم بقى يعني. ايوه طبعا، احنا بنوجه رساله لكل اب وام، هي التربيه دي اصعب شيء في الوجود، ف احنا بنحاول على قد ما نقدر كاعلاميين بنديكوا شويه نصايح تساعدكوا على تربيه الاطفال، ان كل اب وكل ام يهتم باطفاله ويصاحبه ويقرب منه ويبقى كويس معاه علشان خاطر بس الاهمال ده هيؤدي لتاثير سلبي. طبعا هو التاثير الاثار السلبيه اصلا كتير جدا، احنا لو قعدنا نتكلم فيها هنحتاج حضراتكم 30 حلقه عشان خاطر بس نعرف نتكلم فيها يعني. يمكن من الاثار السلبيه الكتير قوي ان برضه نفسيا للطفل حتى على مذاكرته برضه في المدرسه بيأثر عليه جدا يعني. طبعا. واحنا يعني كان نفسنا نكمل معاكم بس حابين يعني ان انتوا تتفاعلوا معانا على صفحه الفيسبوك، احنا وصلنا لنهايه حلقتنا والفقره يا رب تكون عجبتكم، ولو حابين نتكلم في مواضيع تانيه تخصكم ابعتوا لنا على الصفحه على الفيسبوك ونشوفكم ان شاء الله على خير.